بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثلاثة أسرار في آية الكرسي لنكتشفها معا أيها الأحبة ونجربها، وأنا على ثقة أن كل من يطبق ويكرر هذه الآية ويطبق ما جاء فيها ستتغير حياته بالكامل. أول شيء أيها الأحبة، هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في القرآن، والسر الأول فيها أنك إذا قرأتها إنما أنت تدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذن أنا حسب اعتقادي أن اسم الله الأعظم موجود في هذه الآية. لماذا أيها الأحبة؟ لأنها أعظم آية في القرآن، فلا بد، بما أن النبي أكد لنا في الحديث الصحيح أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لا بد أن نجد في هذه الآية اسم الله الأعظم، لأنها تبدأ باسم الله وتنتهي باسم من أسمائه الحسنى وهو العظيم. تبدأ بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظر أخي الحبيب، الله لا إله إلا هو، التوحيد، الحي القيوم، وتنتهي وهو العلي العظيم. إذن هذه الآية فيها عدد من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، وبالتالي إذا دعوت بها لابد أن يستجاب لك، وإذا سألت الله بها الشفاء لابد أن يستجيب لك، ولكن ينبغي أن تكون واثقا من هذا الأمر. أول شيء أيها الأحبة، أنك عندما تقرأ هذه الآية يجب أن تعلم أنها تتألف من 182 حرفا حسب الرسم الأول الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن النبي أخبرنا أن من يقرأ حرفا من القرآن له به 10 حسنات، إذن كلما قرأت آية الكرسي وأنت تقرأها في أقل من دقيقتين سوف تأخذ 1820 حسنة، كل حسنة منها خير من الأرض وما فيها ومن كنوز الأرض، لأن الأرض ستدمر وتفنى وكلنا سنموت، ولكن هذه الحسنات ستبقى وتجدها أمامك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن السر الأول أنك تدعو الله باسمه الأعظم، وبالتالي أخي الحبيب ادعو، اقرأها على أي نية تحبها. إذا قرأتها على نية الشفاء الله يشفيك، قرأتها على نية تيسير الرزق، هذا الحي القيوم، هذا العلي العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعجز أن يرزقك إذا قلت يا رب، الذي خلق الكون، خلق كواكب من ألماس، هو خالق الذهب والفضة، وهو خالق كل شيء، لا يعجز أن يسوق لك شيئا من الرزق وأنت تقول يا رب. إذن أخي الحبيب، هذه السورة تقرأ حسب حاجتك وحسب ما تطلب من الله. الأمر الأول كما قلنا أنك تدعو الله باسمه الأعظم. الأمر الثاني أو السر الثاني في هذه السورة أنها سورة الحفظ كما أكد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن فيها مقطع مهم، أن هذا الإله العظيم الذي حفظ السماوات والأرض ولو غفل جزء من ثانية لدمر الكون وانتهى بالكامل. هذا الكون أيها الأحبة كما يقول العلماء يقوم على توازن دقيق جدا جدا جدا. تصور، أعطيك نبذة، مثال: الكرة الأرضية كلها، تصور لو أننا أوقفناها على رأس دبوس، ما هو احتمال أن تميل؟ احتمال كبير ولا يمكن أن تقف. التوازن في الكون أدق من هذا الأمر، هناك ثوابت كونية يؤكد العلماء أن هذا الكون
متوازن بطريقة عجيبة وحساسة ودقيقة جدا. أدنى تغيير في نظام الكون، في قوانينه وثوابته، سيؤدي إلى انهيار الكون. لذلك الله ماذا قال في أول السورة؟ قال لا في أول الآية عفوا: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النوم الخفيف، يعني الغفلة الخفيفة، يعني أن يغفو هكذا. لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا الإله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الإله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الإله الذي يعلم كل شيء، هو الذي قال ولا يؤوده حفظهما. فأنت لسان حالك كأنما يقول يا رب أنت لم تعجز أن تحفظ هذه السماوات والأرض والمجرات والنجوم وكل شيء وكل الكائنات على ظهر الأرض، فلا يعجزك أن تحفظني من شر فلان أو فلان أو من شر ما أعلم وما لا أعلم. لذلك هذه الآية ينبغي أن نقرأها كل يوم ليلا قبل أن ننام، لأنه كما أكد لنا النبي أنه لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح يكون عليك حافظ من الله حتى تمسي. إذن يكفي أن تقرأها مرة صباحا ومرة مساء على الأقل لتضمن أن هناك حماية خاصة بك من الله سبحانه وتعالى، ليست من البشر، من الله خالق الكون الذي حفظ الكون قادر أن يحفظك. إذن السر الأول قلنا تدعو بها من أجل الرزق، السر الثاني تدعو بها من أجل الحفظ، والسر الثالث وهو المهم أن تدعو بها من أجل الشفاء. لماذا أخي الحبيب؟ انتبه معي هنا. عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم على شؤون عباده، لا تصدق أن هناك دواء يشفي. الدواء هو السبب، ولو كان الدواء يشفي لما مات أحد. لا تصدق أنك تشفى بقدرتك وقوتك، لا، هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى. لذلك اختصر الوقت على نفسك والتجأ إلى الله واطلب منه الشفاء، ثم هذا الإله الكريم العظيم الحي القيوم العلي العظيم سيهيئ لك أسباب الشفاء. أنت ما عليك إلا أن تسلك الأسباب، ولكن قبل أن تسلك الأسباب يجب أن تتوجه إلى المسبب سبحانه وتعالى. نحن الآن نقوم بالعكس، نذهب ونأخذ بالأسباب ثم نتذكر أن الله موجود. الأنبياء لا، كانت القاعدة لديهم صحيحة في الاتجاه الصحيح، يتوكلون على الله، يلتجئون إلى الله، يدعون الله، يتوجهون إلى الله، يسلمون أمرهم إلى الله، ثم يسلكون الأسباب. فيجب أن نصحح هذه القاعدة التي أصبحت معكوسة اليوم أيها الأحبة. إذن أنا عندما أتعرض لأي مرض أول شيء أقرأ آية الكرسي على نية الشفاء، وأستحضر عظمة الخالق الحي القيوم القائم على شؤون العباد، قائم على شفائهم، على رزقهم، على حفظهم، العلي العظيم أعظم من أي شيء يمكن، أعظم من أي قوة يمكن أن تتصورها. هذا العلي العظيم قادر أن يشفيني، هكذا أتصور. وبعد ذلك، بعد أن لجأت إلى الله وقرأت هذه الآية بالإضافة طبعا لسورة الفاتحة، والقرآن كله شفاء على فكرة، أبدأ بسلوك الأسباب، وسوف أجد أن الله يهيئ لي الطريق المناسب. وهنا المشكلة أيها الأحبة، أن معظمنا يفشل في إيجاد الحل المناسب، يفشل في اتخاذ القرار الصحيح. هل أقوم بهذه العملية أم لا أقوم بها؟ هل أخضع لهذه العملية في القلب أو في كذا أم لا أخضع لها؟ هل أسمع كلام هذا الطبيب أم كلام هذا الطبيب؟ هل أخذ هذا الدواء أم هذا الدواء؟ فتجد أن كثير من المرضى في حالة حيرة. الله عز وجل أراد أن يريحنا أخي الحبيب،
أراد أن يقول لك توكل على الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. اقتنع بأن كلامه حق، اقتنع بأنه حي قيوم، اقتنع بأنه علي عظيم، اقتنع بأنه لا إله إلا هو ولا ينقذك إلا الله. يعني انظر إلى سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، هذا النبي الكريم عليه السلام أي قوة تستطيع أن تنقذه من ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل في أعماق البحر؟ يستحيل. الذي أنقذه هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف أولا بوحدانية الله وأنه هو القادر على أن ينجيه من هذا الغم، ثم اعترف بأنه مقصر وأنه ظلم نفسه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت تشهد بوحدانية الخالق، وأنت تخضع لهذا الخالق العظيم وتسلم أمرك وتستسلم بين يدي الشافي الأعظم سبحانه وتعالى، وتقول يا رب اشفني. والله إن الله سيستجيب دعائك. ولكن أخي الحبيب، نحن نستعجل الشفاء، نستعجل. طيب هذا المرض له حكمة. الله عندما يبتلي إنسانا بمرض ما، هذا له حكمة. اترك الأسباب التي قدرها الله تعمل، لا تستعجل. الله يريد أن يرفعك درجات عالية بسبب هذا البلاء. طيب أنت تريد أن تهرب من هذا البلاء وتتخلص منه؟ النبي أكد لنا أن الله إذا أحب عبدا وأراد أن يبلغه منزلة عالية لا يبلغها بأي عمل كان، لا بصلاة ولا صيام ولا أي شيء، يبتليه بما يكره، يبتليه بمرض، بظلم، بأذى زوجته له، بهموم، بمشاكل، بنقص في الرزق، ضيق في العيش، يبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة يوم القيامة. إذن المرض أخي الحبيب له حكمة. فنحن ندعو الله ونقول يا رب وإذا مرضت فهو يشفين، نسألك أن تشفينا ببركة هذه السورة. ولكن إذا تأخر الشفاء قليلا أخي الحبيب، لا تقول أنا لم أستفد شيئا. لا، الله يريد أن يرفع منزلتك عنده، يريدك أن تقرأ كلامه كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب أنت تلهو وتنسى وتغفل عن الله ومنغمس في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، طيب الله يريد أن يرجعك له. كيف يرجعك إذا لم يبتليك بأذى أو ظلم أو مرض؟ أنت منغمس الآن في الدنيا وتلهث وراء الدنيا. المرض هو بلاء، نوع من البلاء أي من الاختبار، يريدك الله أن تعود إليه. لذلك أخي الحبيب احفظ هذه الآية رجاء كما تحفظ اسمك، اقرأها كل يوم مرتين على الأقل صباحا ومساء، وإذا كررتها 3 مرات يكون ممتاز. وفي داخلك وأنت تقرأ يجب أن تكون واثقا 100% من رزق الله، من شفاء الله، من حفظ الله لك. إذن هذه الآية هي آية الرزق والشفاء والحفظ، وأنت تدعو الله باسمه الأعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآية الكريمة، وأن يجعلها شفاء لنا من كل داء، وأن يجعلها حفظا لنا من كل شر، وأن يجعلها سببا لنا في توسيع الرزق جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.